طيب مستمرين في الحديث عن مباراة الأهلي وفيتا، هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. بس قبل ما أكمل حديث عن هذه المباراة، خليني سريعا أخذ على الهاتف معالي سفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو. برحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أمير، أهلا بيك. اهلا بحضرتك، يعني عايزين نطمن من خلال حضرتك على كل الترتيبات اللي بتتعلق باستضافه بعثه النادي الاهلي بدايه من الامس مساء حتى اليوم، وفيما يتعلق كمان بالترتيبات بخصوص تدريبات النادي الاهلي يا فندم. والله الحمد لله البعثه وصلت امبارح بسلامه الله لكنشافه، واجراءات المطار انتهت بمنتهى السلاسه، والفريق اتحرك بعدها فندق الإقامة، وبرضه إجراءات الفندق تمت بشكل طبيعي جدا. والنهارده الفريق بالفعل من الدقايق خلص أول تدريب له ورجعوا الفندق. من الناحية دي أعتقد الإجراءات والترتيبات كلها ماشية بشكل كويس جدا. كويس. يعني الفترة بتاعت المباراة يعني أجواء عموما في اهتمام كبير ببعثة النادي الأهلي، يعني يمكن أكثر من المعتاد. لأسباب كثيرة، مش فقط لأهمية المباراة، احنا عارفين وضع المجموعة دلوقتي عامل ازاي، ولكن في ضوء طبعا قيمة النادي الأهلي الكبيرة في أفريقيا وفي العالم كله. هم بيعتبروا وجود النادي الأهلي بالنسبة لهم ده حدث، يعني بعيدا عن المباراة وجود النادي الأهلي هنا بيمثل يعني حدث وقيمة كبيرة جدا. ففي الحقيقة هم مهتمين سواء بقى على مستوى إدارة نادي فيتا أو على مستوى الإعلام هنا في أفريقيا بالمباراة وتواجد النادي الأهلي. فلا يعني احنا بنعيش أحداث في الحقيقة، أو يعني حدث كبير بالنسبة لهم، يعني تاخد اهتمام كبير. ده أمر جيد، لكن بخصوص الترتيبات اللي بتتعلق باستضافة الأهلي، كيف ومتى بدأ التنسيق مع مسؤولي النادي الأهلي بخصوص وصول بعثة الفريق للكونغو يا فندم؟ والله بسم الله ما شاء الله، ودي مش أول مرة أتعامل فيها مع النادي الأهلي. طبعا بدأت من مرحلة مبكرة جدا، أنا على اتصال يمكن من حتى من وقت المرة الأخيرة اللي كان جه فيها النادي الأهلي قبل المباراة دي، برضه كانت في مارس 19. كالعاده بدات الاتصالات مبكرا جدا، وده في الحقيقه بيساعد في ان وقت ما بيوصل الفريق بتبقى كل الامور مترتبه ومتنسقه بشكل هايل، سواء من خلال الحاجات اللي مطلوبه من السفاره او بتنسيق ما بين السفاره وما بين النادي فيتا. من الناحيه دي لا، التنسيق بدا من فتره مبكره جدا، وده انعكس على ان الفريق يوصل وكل الامور متجهزه ومترتبه بشكل هايل. هل كان في اي طلبات من بعثه النادي الاهلي عقب الوصول مباشره يا فندم؟ والله هي طلبات النادي الاهلي كانت كلها قبل ما يوصلوا. كويس. زي ما بقول لحضرتك ده اللي سهل ان كل حاجه تمشي بشكل كويس، كان اهمها مواعيد التدريبات، ودي الحمد لله اتفقنا فيها مع نادي فيتا على انها تكون التدريبين اللي هيخططوا النادي الاهلي هنا موعد المباراه، وده تم بالفعل. النهارده تم اول تدريب في نفس توقيت المباراه اللي هو الساعه 2 بعد الظهر هنا، وتدريب بكره ان شاء الله هيكون في نفس التوقيت. طيب فيما يتعلق بالحضور او المشجعين او الافراد اللي هيكونوا متواجدين في المدرجات بخصوص هذه المباراه، هل تم التنسيق بشكل كامل بخصوص الحضور؟ وبالتحديد كمان عايز اسال عن الجاليه المصريه هناك، وهل ممكن نلاقي عدد من مشجعي النادي الاهلي في المدرجات بكره ولا لا؟ والله الاجتماع اللي انا عملته مع مسؤولي فيتا قبل وصول البعثه سمعت منهم معلومه، وهي ان هيكون في حضور حوالي 3000 بالظبط. ده شامل المتفرجين وشامل اللاعبين والاجهزه وكل شيء والدعوات الرسميه، يعني الملعب لا يتواجد فيه اكثر من 3000. انما بعد كده انا سمعت ان في تعليمات من الكاف، لا مفيش حضور جماهيري خالص. انا ما اعرفش مدى صحه المعلومه دي، حد من اعضاء الكاف يمكن. احنا النهارده معانا خبر من الكاف ان الكاف يسمح بتواجد 3000 فرد في مباراه الاهلي وفيتا، ده الخبر اللي معانا النهارده كان في العالم. لا، لو ده تصريح من الكاف نفسه خلاص، يبقى ده مسموح، ده اللي قالوه لنا نادي فيتا في الحقيقه. بالظبط. بالنسبه للجاليه، لا الجاليه مش كتيره، بس في 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 يعني اجتماعنا مع نادي فيتا كانوا قالوا لنا ان هيبقى في فقط 30 دعوه للجانب المصري معامله بالمصري. كويس. لان ده اللي سمح لهم بيه في مباراه القاهره. لو ادونا 30 دعوه هنوفر ال 30، ولو اكثر من كده نقدر نوفر العدد ان شاء الله. احنا عندنا السفاره واعضاء السفاره، وعندنا برضو ناس مصريين موجودين يقدروا ان شاء الله نكمل عدد الدوائر. طيب درجات الحراره يا فندم في توقيت المباراه ممكن تصل لكام؟ والرطوبه برضو اخبارها ايه؟ عايزين نطمن حضرتك بشكل اكبر يعني. هي دي يمكن احد النقط المهمه، لان الحراره هي دي الفتره اللي هي يعني اكثر فترات السنه في ارتفاع درجه الحراره.
احنا بنقول انها تتراوح يعني في الثلاثينات، في منتصف الثلاثينات، ممكن تبقى اقل من 35 او في حدود ال 35. الرطوبه بتبقى في منتصف اليوم اللي هو توقيت المباراه بتبقى يعني نسبيا عاليه، بس ده لا يمنع انها فتره متقلبه، يعني ممكن يعني اذا كان ده الافرج اللي هو بتاع درجه الحراره على مدار السنه او في الفتره دي، بس ممكن تلاقي يوم المباراه ربنا يسهل وتلاقي درجه الحراره في العشرينات ومفيش رطوبه، ده وارد. نتمنى يعني الطبيعي انها بتبقى طبعا بس الطبيعي ان في الفتره دي من السنه تبقى درجه الحراره مرتفعه ورطوبه مرتفعه. يعني نتمنى ان شاء الله كده ان الاجواء. اخد توقعات حضرتك لنتيجه المباراه بقى. نتيجه المباراه؟ اه سؤال صعب، بس انا عمري ما توقعت الاهلي غير الفوز حتى لو بيلعب مع منتخب البرازيل. تمام، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو، كان معانا على الهاتف في مداخله هامه جدا اتكلمنا فيها على تفاصيل كتير جدا بتتعلق باستضافه بعثه النادي الاهلي هناك في الكونغو واجواء النادي الاهلي واجواء مباراه بعد غد ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث. نشكره شكرا جزيلا وبكل تاكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل، يلا بينا.